السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اش اخباركم؟ واش كتعاودوا مزيان؟ المهم البارح كيف ما شفتوا معنا في اللايف، راه عجلنا واحد لي برجر وقالت لك ماما ما عجبوهاش. ها هما، انا نوريهم ليكم. ها هما دارت هادو، دارتهم كبار، انا الصراحه كنبغيهم صغار. دارت هادو شويه طوال، هادو هما مدورين. ايوا راكنا شاركناهم معاكم في اللايف، قالت لي ماما عاوديهم هادو، غتخليهم بحال خبيزات تاكلهم، دير فيهم كاسكروت ولا هذا. ايوا غنعجنو وحدين اخرين، المهم بطريقه واحده اخرى، هذه بطريقتي، هذيك طريقه ماما البارح، هذه غندير بهم طريقتي. المهم درت هنايا شويه طحين والفينو، ودرت نيدو، لا عندكم الحليب عجنو بيه، ما عندكمش ديروا نيدو عجنو بالماء. درت شويه الخميره الفوريه، هادي راه درتها حيت كنت كنعجن ونقول علاش ما نصورش معاكم. دابا غندير شويه الملحه، ها هي غندير شويه الملحه. سمعوا ماما قالت لي كنصور، قالت لك علمنا الطلبه سوقونا لديروا الكبار. غندير واحد جوج معيقات ديال السنيده. ايوا دعيو معايا انا، يلا غادي العمل. هيا ربينا وديكم على خير. ماما راه ماما راه قوليش لي طلع من لا داك داك يكون في الطحين، طلع من الطحين. خصوش يكون فيه قديم، قديم غنديه ليه، خصوش يكون فيه. شوف 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 غنديه ليه. سيري ديه ليه، قولي ها شوف 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 مادام خرج منه داك الشيء الا وقديم. ايوا شوف، ايوا صافي درت السنيده صافي ياك. واحد شويه ديال الزيت. باي باي يا ام البنات، باي باي. دعيو معايا غنرد هاد الطحين، لقيتو فيه بفرطاطو بديت تستعملي هاد الزيت. صافي انا ناخذ هاد الزيت. ايوا نخليو هاد الزيت دابا نقي معامر، يعني ماشي نقي. ايوا نديرو واحد شويه ديال الزيت حسب الخليط وصافي. صافي ونعجنو بالماء سخون عادي، ما دافي ماشي سخون. المهم انا كنخلط في العجينه، ما يمكنش نصور ونعجن، ماما ما كايناش. عرفتي علاش؟ دابا هاد الشيء غنشاركو معاكم، هاد الكماله ديال هاد البرجر ملي غتجي ماما، كيفاش غنحضروهم وداك الشيء، واقيلا غنشاركوهم معاكم في اللايف. المهم احنا غنشوف واش غنكمل الفيديو، والله ما عرفت. المهم خليكم معنا حتى الاخر وصافي. المهم هي جمعت العجينه، دلكتها شويه، ها هي ترخفات زوين، رطيطبه رطيطبه. غندخل فيها دابا شويه الزبده، تقريبا جهد واحد المعلقه، غندخلها فيها، نحاول ندخلها في العجينه. صافي ونعاود ندلكها باش تدخل العجينه الزبده مزيان في العجينه. صافي ونخليها ترتاح. ها هي بعد ما دخلت لها الزبده، هانتوما هي رطبه، غادي نغطيها واحد شويه بالبلاستيك حتى ترتاح. شو الخص حتى ترتاح ونقطعها نوريكم كيفاش غندير لها. ايوا ها هي بعد ما مع الشعة ديال الشمس ما كيبان والو، بعد ما تضاعف الحجم ديالها حيدوها. كملت حتى انا تكميده بحال غنصيف في اوروبا. هانتوما كي ولات شي، دابا نحيد من هذا البرد اللي هو فيها. صافي ونبدا نقطع فيها طريفات صغير، ندير دويورات صغيورين. ها هي درتها دابا بشكل طولي بحال هكا، غنقطعها هكا، انا ما بغيتهمش كبار بزاف، غنديرهم شويه صغيورين. قطعها بحال هكا ونبدا ندور فيهم. المهم انا غادي نشوف القياس اللي غنديرو وخليكم معايا. ايوا ها هما درتهم قريصات صغيورين، بغيت نديرهم كبير وهبطتهم شويه بايدي باش ما يجيونيش طالعين، بغيتهمش يجيوني مدورين بزاف. المهم ها هما هادو وها الاخرين، جاتني تقريبا شي 21 وحده. غادي نشدهم دابا، غادي ندهنهم بالصفر ديال البيض وشويه الحليب والصوجه.
المهم هاي صفر بيضة، ندير شوية الصوجة وندير شوية الحليب ايوا نخلطوهم. خلطهم وندهن بهم هاد القريشلات، باش القريشلات البرجر ديوش عليا. ايوا دابا نبداو ندهنو، ندهنو من الجوانب. دهنهم مزيان باش يجيو محمرين زوينين. المهم انا ندهنهم، خليكم معايا تنسالي. المهم هما دهنتهم كاملين، ها هي اللاطه الاولى، ها اللاطه الثانيه. صافي وخليت هاد شويه هنايا، ربما ملي نجبدهم تبان لي شي وحده ما محمراش نعاود ندهنها. هنا غادي ناخذ شويه زنجلان، عندي واحد زنجلان ابيض ما عرفت فين دارته ماما. ناخذ شويه زنجلان ياك، وشويه البافو الخشخاش، نخلطهم باش ما عندكم زوقهم. صافي ونزوقهم شويه من الفوق. ها انا غادي ندور عليهم كاملين تنسالي ونوريكم. ايوا ها هما بعد ما كاع درت ليهم هاد الزنجلان والبافو ها الاخرى، صافي غنخليهم باش يتضاعف الحجم ديالهم عاد ندخلهم الفران. نغطيهم دابا بشي حاجه ونخليهم. ها نتوما بعد ما تضاعف الحجم ديالهم ها هما، شي مقداش ولاو. انا درتهم غير صغيورين، يعني الا درتوهم كبر من هادو في الحجم يوليو كبار بزاف، يعني هاد الحجم مزيان ومازال في الفران غادي يزيدوا يتنفخوا. ايوا ودرت الفران على 180 درجه، ها هي درت على 170 بحال هكاك. صافي شعلت عليه من الفوق ومن التحت حيت الفران ديال الضو. ايوا ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. ها البرجر ديالنا كيفاش هيا ماما، اجي ماما اجي قبل ما تحيدي جلابيتك ماما مع البرجرات. اما احسن برجر ديالي ولا برجر ديال ماما؟ ها وراه غنديروه في ضغمه، كل واحد ياكل جوج ثلاثه. ها كيجاكم ام البنات الفرماج بعد هذاك المربى كيجا ويلي ضحكه. شوفي 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 الزين والطراوه. شوفي ايوا ها انتم هادو باقيين بيضين شويه، ماشي مشكل. ها هادو تحمروا بزاف، ما خصهمش يكونوا محمرين بزاف. ايوا وهذه هي النتيجه ديالهم. عاود درت لهم داك البيض اللي شاط لي هذا، بانوا لي باقيين بيضين شويه، غنعاود نديرهم واحد الدقيقه ايوا يتحمروا شويه. هادو بانوا لي محمرين زوينين، هادو باقيين شويه بيضين. ايوا ها هما دابا شتوهم عاود تحمرتهم، دابا عاد تحمروا مزيان. غنخليهم هكاك الساعه ما عجبونيش، عاود درت لهم هذاك البيض وعاود حمرتهم. ايوا كي جاوكم كي جاوك ام البنات ويلي كان صغيورين. ايوا اللي صغيورين ماما، راه برجر هو هذا صغيور. وسالي ديري زيفك واجي باش تقول لهم بسلام. ايوا صافي دابا راه سالات حنان، جي لقيتها سالات، الله يحن عليها ويحن عليكم ويحفظكم ربي. بغينا نهزو عشي وحيده يحفظكم ربي، باقي نسخان ها هي هاي هاي يحفظكم ربي. شوف شوف تفشفيشه، راه مشيت تغسلت يديا عاد جيت باش نقيس تفشفيشه، ولكن شوفوا الخضوره شوفوا راه برجر غادي يكون محمر من الجنابه ماما. ايوا ها انتوما اختي شوف انا غندير خبزه، ندير خبز اللي درت البارح. يلاه شغلك هذاك عوبيه ديالي. كنتمنى هاد الفيديو تبارطاجيوه علاش ما قديتو في الفيسبوك انستغرام تيك توك. الله يجازيكم بخير والله يخليكم لينا. بارطاجيو الواتساب عندكم لحبابكم ولصحابكم ولوليداتكم ولجيرانكم. وبغيت نعطي واحد التحيه لواحد السيده متبعاني من زمان زعما متتبعه وافيه الله يجازيها بالخير، امينه. انا كاتبه عليها امينه دار 16، عيطات لي الصباح شكرا لك.
وعاودات لي من اللي بديت القناه مسكينه وهي متبعاني. الله يتبعك الخير وديديكاس ليك امينه دار 16 وديديكاس لمرات ولدك لبنياتك ولوليداتك وديديكاس لجميع اللي متبعيني كاملين. انا بغيت لكم الرضا وبغيت لكم السر اللي بلا ما يخسر وربي يحفظكم ما تحفظ لسان ما بين سنان واللي عنده شي امنيه ربي تحققها ليه. والسلام عليكم وبارطاجيو دابا ولي لايك والكومونتيرات مضاوبلين 3 و4 و5 حتى 10 ما كاينش المشكل.